وللحديث عن استمرار عنف القوات الحكومية والميليشيا ضد المتظاهرين بعد عام من مجزرة السينك في بغداد، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية. دكتور قحطان عبر سكايب، عفوا، أهلا بكم. يعني عام مضى على مجزرة جسر السينك في بغداد، ماذا تغير؟ يعني بمعنى، هل توصلت السلطات الحكومية للجناة وقدموا بالتالي للمحاسبة؟ أهلا وسهلا بك أخي العزيز وبقناة المشاهدين الكرام. وقبل كل كلام نقول الرحمة لشهدائنا، رحمة الله الواسعة وعطفه على جرحانا. هل تحرك شيء؟ هل تم شيء بخصوص هذه المجزرة؟ الجواب لا بالمرة. كل الذي حصل هو أن الجنات طلقاء أحرار يكررون ما يريدون كما يحلو لهم، والشهداء غيبوا للأسف الشديد عن عيوننا، ولكنهم في قلوبنا حاضرون. المهم لم يتغير شيء، لم يكن هناك إجراء رسمي حكومي لمتابعة الجنات، والجنات أنا رأيتهم بأم عيني، كنت حينها موجود. هي جهات لا يمكن أن تقوم بما قامت به إذ لم تكن مدعومة بشكل أو بآخر من قبل الجهات الرسمية. طيب دكتور قحطان، في موضوع استمرار المتظاهرين بهذا الإصرار، إلى أي مدى يؤكد أن الواقع تغير في العراق وبالتالي لن تتراجع التظاهرات بعد اليوم؟ التظاهرات لن تتراجع ليس بالضرورة لأنها فقط جوبهت يعني بدم وبقتل وبتغييب، لا، لأنها تظاهرة خرجت حقيقة من رحم معاناة، وأهالي ورجال التظاهرات أدركوا أن السبيل الوحيد للتغيير هو خروجهم، وبالتالي التظاهرات تستمر بالتأكيد، وليس هناك ما يشير إلى تراجعها، وأن ظهر بعض الشيء الذي يمكن أن نقرأ بهذا الاتجاه. التظاهرة الآن هي ساكنة في قلوب العراقيين جميعا، التظاهرة الآن هي تسمع من به صمم، التظاهرة الآن يدركها الخارجي في العالم أجمع، ويدرك مدى رغبة وإرادة الشعب العراقي. التظاهر الآن باتساع رغم حجم الخسائر أو حجم الجرم الذي تلاقيه، التظاهر مستمرة بحيث أن الجميع يدرك أنها أصبحت حالة لابد أن تكون ولن تقوم أي أمر إلا بهذه التظاهرة، إذن باقية وستقدم المزيد. يعني أمام هذا الإصرار أيضا على قمع التظاهرات، ماذا يمثل ترشح مقتدى الصدر للانتخابات بعد كل ما قامت به ميليشيا سرايا السلام التابعة له من جرائم ضد المتظاهرين في ذي قار والعديد من المحافظات؟ ماذا يعني ذلك؟ ترشح بالتأكيد كترشح الحالات السابقة، هو جزء من عملية سياسية وجزء من حالة الخطأ والخلل الكبير، سواء أن اقترف هذا الذنب أو ذلك الذنب، فالجميع سواسية في الذنب، وجميع سيذهبون هم بتفكيرهم وتصورهم إلى ساحات التحدي أو المباريات الانتخابية. ولكن نقول بوفق ما تقول الساحات أن القول سيكون الفصل للساحات، وأن الساحة لن تؤدي ولن تعطي أي تأييدا لأي من المرشحين، وأتوقع أن سيكون الصدر هو أولى الخاسرين في الانتخابات القادمة لسببين أساسيين. أولهما حالة الرفض الذاتية داخل ما يسمى البيت الشيعي لتوجهها، ودي ذلك أنه إن دعواه لإدارة البيت الشيعي لم تلقى صدى إيجابيا، ثم أن الحراك الشعبي والمجتمع العراقي أدرك حجم الأخطاء التي ارتكبها الصدريون حيال المتظاهرين وحيال العملية السياسية بشكل عام، وبالتالي أتوقع هو سيكون أول الخاسرين، وأن يمن النفس بأنه سيفوز. ثم الشيء الأهم لها وذاك هذا، إذا كانت هناك ثمة انتخابات تجرى، لأن الدلائل تشير إلى عدم وجود إمكانية نهائية أن تجرى أي انتخابات. أيضا يعني نبقى في موضوع استهداف المتظاهرين، يعني دكتور، هل صحيح القول إن ما تقوم به السلطات الحكومية هو تواطؤ مع قتلة المتظاهرين لا سيما الميليشيات؟ هل هو نعتبره تواطؤا؟ وبالتأكيد تواطؤ، إذا تقصد، ولو السؤال كان في تقطع الصوت، ولكن التواطؤ الرسمي الحكومي مع قتلة المتظاهرين، مع الطرف الثالث، مع أي من يقتل، التواطؤ وارد واضح بشكل جلي وليس أكثر من دليل.
حوالي 1000 شهيد سقط خلال العام ونيف، لم يمسك أي من الذين قاموا بقتل المتظاهرين. الشهداء ذاتهم لحد الآن لم يأخذوا استحقاقة الشهيد، الجرحى الآن ما زالوا يعانون الأمرين، وحتى بعضهم يخشى أن يعالج في مستشفى معينة من داخل بغداد لئلا يلقى القبض عليه وأن يقتل. والشيء الأهم من هذا وذاك أن القتل ما زال قائم، ولعلنا رأينا بالجمعة الماضية كيف تقتل تظاهرتان في وقت واحد، تظاهرة وطنية حقيقية تقتل وتحرق خيامها، وجماعات أخرى ترفع السلاح وهي تؤدي الصلاة. إذا ثمت خلل كبير واضح لا يخفى على أي متابع، فالتواطئ الرسمي مع قتلة المتظاهرين أي حقيقة، وأي إيجابية تدعيه الحكومة مع المتظاهرين هي كذبة كبرى لا ينخدع بها إلا الذين في على عيونهم غشاوة. دكتور، لو نعود إلى موضوع ترشح مقتدى الصدر، وأيضا يعني هو يمني النفس بالحصول على سدة رئاسة الوزراء، يعني تمسك الصدر بشعار نصرة المذهب، السؤال هنا إلى أي مدى يؤكد أن هذه العملية السياسية تصر على تبني المحاصصة الطائفية؟ هذا يؤكد حقيقة أمر، ليس فقط على أنها تنتمي أو تتبنى الطائفية، لا، هذه مسلمة يعني منتمنة، ولعلنا عرفنا كيف هناك المحصصة كذا سني وكذا شيعي وكذا كردي وكذا أزيدي أو صابي. إذ ولكن عندما يخسر أو أصحاب العملية السياسية لم يعد بأيديهم إلا ما بلي من أفكار وإلا ما تردى من قول، هذه الطامة الكبرى لو يدركون، أي بمعنى أن عودة إلى هذه المسميات التي هم ادعوها خاطئة لاحقا، وهم ادعوا أو طالبوا تجاوزها ثم الآن هم يعودون إليها بكل إصرار، يؤكد أنهم قد خلوا أو لا يملكون شيئا بالمرة، لا من ذات الفكرة والعقيدة ولا في كيفية التعامل مع الآخرين. المشكلة الأكبر والأكبر في هذا الموضوع أن الخلافات البينية داخل ما يسمى، أعاذنا الله بها المسميات المتقزمة، البيت الشيعي هي خلافات كبيرة قد تتجاوز تلك الخلافات التي تكون مع الأطراف الآخرين من القوى السياسية. إذن هذا بحد ذاته يدلل في تقديراتنا كمتابعين استراتيجيين، هو بحد ذاته دلالة على الإفلاس وعدم وجود أي حالة إيجابية يمكن أن تتفاعل بها مع المتغيرات. إذن العودة إلى الخطأ، العودة إلى السيء من القول، والأمر في ظل الانفتاح الكبير والوعي الكبير للجماهير التي نبذت المذاهب ونبذت المسميات الدينية في عقور دارهم، ودلل على أن هناك أما جهلا في الموضوع أو غياب عن الساحة أو أصرار على الخطأ، ويحاولون أن يعودوا أنفسهم بالآليات السابقة. ولكن أؤكد أن الشارع له قول كبير جدا، وسيقاطع بإذن الله هذه التظاهرات والانتخابات، ولن يحصلوا على شيء بإذن الله إلا سواد الوجه. عبر سكايب من بغداد الدكتور قحطان الخفاجي، أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لكم.